مديرية بلدية الموصل شعبة المشاريع وحدة المباني بأعمال تغليف منحدرات نفق الخامس المؤدي إلى شارع الفاروق بقطع الشتايجر اللي تشاهدوه أمامكم لإعطاء منظر جمالية للنفق وتهيئة الأرصفة بشكل جيد من أعمال الشتايجر ونبات على شكل مثل ما يقول شلون يعني منظر جيد للمدينة كمدخل لحي راقي او حي معروف قديما من المناطق القديمه اللي هو شارع الفاروق، واكثر الناس تتوجه على هذا الطريق باتجاه الاسواق داخل المدينه. وان شاء الله احنا في مرحله متقدمه من العمل، والايام الجايه ان شاء الله تشاهدون الفرق بين بعيونكم. تقريبا هذه يسموها الاكتاف بالنسبه للاعمال الشتايجر للاكتاف المنحدرات ان شاء الله كملت 90%، بقت عندنا شغلات بسيطة وهي الربط مع الشتايجر القديم. المرحلة الثانية راح تكون تغليف الأرصفة وحسب ما تشاهدون أمامكم بالقطع الشتايجر الملون مع إعطاء بعض مكانات لزراعته بنباتات تنطي منظر جمالية بعد أزيد وقطع من الكادر. والله بالنسبة لمرحلتنا الحالية شوفوا أنه انجزت، باقي شغلات بسيطة يعني غدا إن شاء الله يكمل العمل 100%، ما يظل عندنا اي مشكله. تبقى المرحله الثانيه بعد تحديد المده لها وتجهيز المواد ان شاء الله راح نباشر بها. قامت كوادرنا الهندسيه شركه الهدير الصافي بترميم جسر الفاروق، والان احنا في المرحله النهائيه من العمل، فقد تم انجاز 95% من المرحله الثانيه من العمل، والحمد لله اكملنا عملنا بكل امانه وبكل اخلاص. صف الاشتاجر متى سيكون؟ صف الاشتاجر والله مو يمنا، يم البلديه، لان مو مسؤوليتنا. شو الصعوبات اللي واجهتكم خلال عملكم؟ والله الحمد لله ما واجهنا صعوبات، اكو صعوبات، اي عمل يصير به صعوبات، بس بهمه الغياره والمهندسين وتعاون مدير البلديه معنا استاذ رضوان والمهندسين المشرفين علينا وجهونا بالتوجيه الصحيح ونفذنا العمل بصوره صحيحه. يعني ان شاء الله الاسبوع هذا ننهي العمل نهائيا، هاي المرحله الثانيه ننهيها ونخلص ونسلم.